السلام عليكم حبايبي مشاهديني ومتابعيني وأحباب قلبي، إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أسوي لكم طريقة جديدة، أو طريقة اللي يحبون يسوون رجيم يقدرون يسوون هاي الشغلة، فطاير تركية. طبعا ما تحتاج إلى دهون وزيوت يعني هواية. طبعا هاي راح نسويها العائلة كاملة، مو انه النفر او نفرين. فراح تشوفون اني محتاجة نص استكان من الزيت. الفطاير هاي مالتنا اليوم راح نسويها بالسبينار. طبعا اني محضرة الحشوة من قبل، مخليتها بالمجمدة بحافظة. الحشوة عبارة عن احمس بصلة واخلي فوقها لحمة مثرومة مثل ما تشوفون، وبعدين يعني بس يعني اخلي اللحمه نص استوى تستوى عندي، بعدين اضيف السبينغ عليها واضيف لها الملح واغطي واظل كل شويه اقلب بها الى ان تصبح عندي جاهزه. ابد ما اضيف لا مي ولا اي شيء. شوفون مثل ما تشوفون هسه بعدها شويه جامده بس ما ياثر، بين ما نكمل شغلنا راح تذوب عندي واستخدمها واخليها بالفريزر باي ساعه اللي احتاج اسويها، يعني استخدم العفو. هاي عندي جاهزه للحشوه. عندي احتاج الى حليب، احتاج الى صودا يعني صودا سادة بدون شكر، احتاج الى نص استكان من الزيت، واحتاج الى هذا خبز اليوفقة. طبعا هذا خاص بال يعني الفطاير والمعجنات التركية، والحشوة عندي. وهسه نبدي وياكم طريقة العمل ان شاء الله. وهسه حبايبي راح نبدي وياكم نحضر عندي الحليب. راح اخذ تقريبا قلاص، مو شرط الا يعني اقيس، بسم الله يعني بالعين قلاص او اقل. طبعا اللي يحب يخلي بيض او حليب ماكو مشكله. والزيت نص استكان، والصودا اهم شي يكون صودا سادة. بسم الله كله اخليها. طبعا الصودا هي اللي تخلي يعني هذا الخبز شلون ما يلتصق شي بشي حتى ينفش عندي. اخلط المواد مثل ما قلنا، يا اما بيضة يا اما حليب براحة الواحد. انا حبيت اليوم اخلي حليب او بيضة وحليب عادي ما يأثر، بيضة كاملة. وهسه راح افتح الخبز لانه مطبق وشوية بصعوبة لانه الخبز خفيف مثل ما تعرفون، فراح افتحه واشوفكم شلون طريقة العمل. وهسه حبايب بعد ما فتحنا الخبز صار عندي بهالشكل هذا، حتى ما يبهدلني. هاي الحشوة هم حاولت افتتها لانه شوية مثل ما قلت لكم كانت بالمجمدة جامدة، فصارت عندي هيجي. طبعا اذا جديدة تكون افضل بس عادي. هذا الخبز اجيب اخليه هيش على التبسي، قطعة قطعة اخذ احاول اخلي الاطراف لان شوية بيها سخن هذا الخبز. طبعا اللي ما متوفر عندهم هذا الخبز يقدرون يسووه بالبيت، يعني مو صعب بس يحتاج الى شوية شبق او شو تسموا انتم، يعني اللي ما موجودين بتركيا ما اعرف اللي بالعراق موجود عندهم او لا. بهالشكل هذا احاول اخرط. طبعا هي المفروض تبسي اكبر بس انا يعني سويتها بهذا التبسي لان ما عندي تبسي يرهم بالفرن اكبر من هيجي، الا مستطيل ومو حلو بصراحه. هاي التبسي الدائري تكون احلى. راح طبعا راح دائما يعزل عندي يعني الحليب عن الزيت. اخلطه شوية واخذ شمشة او ملعقة كبيرة بسم الله، واضيف بهالشكل عليها. رجع اخذ قطعة ثانية حتى اذا عندكم يطلع مشقق ما يأثر، لانه احنا راح نخرطه. هي مثل ما قلت لكم 6 قطع بهاي كيلو كامل. اللي يحب يشيل الأطراف ماكو مشكلة،
احاول اوزع الخرطه مالت الخبزات بالتساوي. طبعا هاي الخرطه تنطيها منظر كلش حلو، فتشي رائع. نفس الشيء اخلط حتى ما يصفى عندي من فوق الزيت، ومن جوا يظل عندي الحليب والصودا. احاول حتى على الاطراف اوزع كمية تكفي، واحط ثالث طبقة، او اقدر اخلي قسم، يعني اخلي طبقتين، اخلي قسمة من الحشوات وبعدين اخلي طبقتين، واخلي قسمة من الحشوة وبعدين اخلي طبقتين، ما يأثر، عادي براحتكم انتم. اهم شيء نكون حذرين يعني باستخدام هذا الخبز، زي ما قلت لكم شويه يعني خفيف حيل، يعني شويه اثخن من ورق البقلاوه او الرقائق مالت البقلاوه. احاول بهالشكل اضغطه، راح اخلي نفس الشيء. بسم الله راح اخلي، انا راح اضيف الحشوه بس بالوسط كلها، واخلي ثلاث طبقات البقيه. طبعا هاي الحشوه انتم حسب ما تحبون، انا تقريبا هاي ربع كيلو من السبينار، تقريبا 200 غرام من اللحم، وبصله كبيره سويتها. وزعت الحشوة بهالشكل هذا مثل ما قلنا، شقد الكمية اللي تحبون، كثير أو قليل. أحاول ما أخليها على الأطراف حيل، بس أحاول أوزعها بالتساوي. حتى اللحم إذا مو مثرمه بماكينة يعني مو قيمة، عادي ماكو مشكلة، حتى لو بالإيد نثرمه ناعم ما يأثر. وراح أخلي نفس الطريقة الطبقات فوقها، وأحاول أضغط وأخلي منها إلى أن تكتمل عندي وأشوف. وهسه حبايب صارت عندي بهالشكل هذا، بعد ما كملت الست طبقات صارت عندي بهالشكل. راح أضيف باقي الخلطة كلها، الشكل هذا. راح احتاج الى سكينة، واحاول اسوي ثقوب صغار، سكينة حادة او يعني راسها رفيع، حتى بسهولة احاول تنزل عندي الخلطة من مكان لمكان او من قطعة لقطعة. وطبعا احتاج للوجه بس حبة سوداء او حبة سوداء او سمسم حسب ما تحبون. انا راح اجيب الحبة السوداء اخليها بالوجه ان شاء الله وارجع لكم. وهاي حبايب عندي حبة سوداء مع قليل من السمسم راح اخليه للوجه. بسم الله، وهذا شيء اختياري بس ينطيها يعني شكل حلو. والحبة السوداء معروفة بالفوائد مالتها، والطعام الرائع خصوصا من تتخلى بالفرن، خصوصا هي المشويات والمعجنات، فتشي روعة. وراح ادخلها الفرن درجة حرارة 250، راح اخليها على الرف الاول وانتظرها الى ان تستوي وارجع لكم حبايب اشوفكم النتيجة. وهاي حبايبنا البرك مالتنا صارت جاهزة، وهسه طلعتها من الفرن. اخذت من عندي وقت تقريبا 40 الى 45 دقيقة وصارت بهالشكل هذا. طبعا هسه ما راح اقدر اقطعها،
وهي حارة، أقل شيء أتركها فد شيء 10 دقائق، بين ما تهدى يلا تتقطع بسهولة، حتى يعني هسه تحسيها كأنه يابسة شوية، بس هي كلش هشة ومنفوشة. هسه إن شاء الله أقطعها وأشوفكم إياها، بس تبرد عندي شوية حبايب، وتمنيتكم عليها. وهاي حبايب بعد ما قطعناها وصارت عندنا بهالشكل، هسه بردت تقريبا حتى تشوفوها، يعني فد شي يعني ما احكي لكم الروائح، ولا لسه ما ذقتها، انا مسويتها قبل كلش طيبه. هاي حبايب ان شاء الله يا ربي تعجبكم. طبعا انا يعني اللي يحب ياكل يسوي رجيم العفو راح اكل هاي القطعتين، يعني هذا غدايه. انا اليوم من الصبح شربت كوب شاي، هاي غدايه، هاي مع قلاص لبن. طبعا فد شي دائما اللبن خلو يعني شيء اساسي بالوجبه مالتكم، تقدرون تشربون من قلاصين الى 3 باليوم، بس اهم شيء يكون قليل الدسم والوجبه اللي تاكلوها. هاي مثل ما قلت لكم يعني حمست البصله بشيء قليل من الزيت، يعني تقريبا ملعقه اكل زيت، زيت عادي. طبعا انا استخدم محب زيت الزيتون يعني من اطبخ، احب زيت الزيتون يكون ني اذا اكله مثل على زلاطه او شيء. هسه بصراحه ما سويت ويا زلاطه لانه هاي حاويه على السبيناغ وهي بيها نسبه عاليه من الخضروات. يعني حمست البصله واللحمه، طبعا عندي هبره مثل ما تشوفون مثلومه بالماكينه، مثل ما قلت لكم اللي يحب يثرم على ايده او بالماكينه عادي ترهم يعني بكل يعني نفس الطريقه، بس يكون يعني الثرم مالته ناعم. تسوى بهالشكل هذا وان شاء الله يا ربي تعجبكم وصحة وهنا علينا وعليكم. ان شاء الله كل من يجربه صحة وهنا عليه ان شاء الله وعلينا، واتمنى ان شاء الله اللي يعجبه الفيديو لينساني باللايك، واكون ممنونة من عندكم حبايبي وتعليقاتكم الحلوة، وربي يسعدكم جميعا. مع السلامة.